ملكة جمال الكون جورجينا رزق، أهلا وسهلا فيك عبر أغاني أغاني. اليوم حاضرة بالحفل الخيري لجمعية بلسمات، خبرينا عن هالمشاريع الخيرية، قد هيك بتكون إضافة للمجتمع ومشاركتك فيها قد هيك بتغنيها؟ يعني قد ما فيني أنا ساعد وقت اللي فيني، وقت اللي بقدر بساعد، وخاصة أنه أمل سليمان صاحبتي كتير، يعني من وقت للتاني بجرب يعني أنه ضيف شيء يعني على هالحفل هيدا. قطعتي حريم السلطان اليوم؟ السبت بيطلع حريم السلطان، بس السبت ايه هيدا سيزون 4. كل جمعة في حلقة واحدة بس. حبيتي تعليق النجم العربي على موضوع حريم السلطان بهيدا حكي؟ كتير مهضوم، بس فعلا هيدا المسلسل روعة من جميع النواحي. حلو هيدا العصر اللي كان هيك هالقد حلو، هالقد فيه قصص غريبة. ايه بس هالعصر هيدا اللي كان موجود، هاللي عم بيعملوه هلا المخرج وسيناريو وممثلين وديكار وتياب، وشو بدي خبرك يعني شيء روعة ريلي. يعني حتى يعني المسلسلات اللي بشوفها الأجنبية ما وصل لهالمرحلة هيدي، فظيع. ومزبوط انه كلالة سبت تركيا يعني ولا العثمانيين وكلالة سبت ما في دهر من البيت ما نحضر عليه السلطان. والله بدي احضره عطول. اقولك لو كنتي بهداك العصر معه كمان كنتي ملكة جمالكم. يا الله يا ريت بهداك العصر، يا ريت. بس كان في اساوي كتير كمان، قول على الحالتين يعني هالايامات هيدي كمان اساوي كلها.